أول الغيث قفزة. هكذا تتحول شوارع العاصمة بغداد بمجرد هطول الأمطار لساعات قليلة لتكشف عن سنوات من الفساد وسوء التخطيط، وتتحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه آسنة، وتغص الشوارع بمياه الأمطار، ومنها مناطق تعد أكثر رقيا وواجهة لبغداد. لكن عدالة السماء وفساد من في الأرض أغرق المدن بمختلف طبقاتها، فالفشل الحكومي واحد لا يختلف من منطقة لأخرى. يجي شتاء البيوت كلها تاقع، الناس كلها غرقانة، يا مثل منطقة كرادة، منطقة راقية وكلها غرقانة، والمنصورة غرقانة، يعني ماكو. سمعنا على الخطط اللي راح بالشتاء، راح تجي شتاء، وسوينا خطط جديدة ومجاري جديدة، ماكو أي وسيلة وأي شيء جديد بهاي الحكومات، ماكو، بس مجرد بوق. لا تؤثر الأمطار في العراق على الشوارع فحسب، لكنها تنتقل إلى أبعد من ذلك، ومنها انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الأنترنت وتسلل المياه إلى داخل المنازل، في وقت تتحدث فيه الجهات المعنية عن خطط مسبقة لاستيعاب مياه الأمطار. لكن تراكم الفشل في وضع الخطط المناسبة لسنوات طوال ينعكس على الشارع. شوف الشوارع شلون صارت وضعيتها، أكيد الفشل أمانة بغداد السابقة واللي قبلها واللي قبلها ما سوى شيء حل المجاري للتصريف المياه. هاي يعني من نتيجة الفشل من سنة لسنة تتراكم هالأخطاء وما كلها حل. أساس البنية التحتية للبلد كمجاري كخدمات هي كلش تعبانة، بحيث احنا مطرة بسيطة هذا اليوم اكو شوارع غرقت، يعني باب الشرجي او بالكرادة او مكانات اخرى، يعني صارت فيضانات. فمع الأسف أمانة بغداد غير موفقة، يعني مو ذنب يمكن المجموعة هسه اللي حاضرين، من زمان هي يعني متراكمة أدت إلى هالنقطة اللي احنا عليها حاليا. وقد يلجأ المواطن إلى استبدال عربته بقوارب صغيرة، فالحكومة تعلم أن إجراءات الحظر تمنعك من اللجوء إلى البحر، فهذا البحر قد أتى إليك. يجب أن تتحلى باللياقة البدنية الكاملة حتى تتمكن من الخروج في شوارع بغداد خلال الأمطار، قفز المسافات أو السباحة أو العبور حول المسافات الضيقة بحثا عن اليابسة، لأن الحكومة في واد والشعب يغرق في واد آخر. من بغداد علي أسد، قناة الرشيد.